على كل حال بنبقى بمصر، مصر ام الدنيا، مين ما بحب مصر؟ وبنبقى مع الفنانه الكبيره، مش كبيره بفنها، كبيره بتضاريسها كمان. الاخت الفاضله سما المصري بتامن على مؤخرتها ب 250 الف يورو، لانه هي برايها كيم كارداشيان مش احسن منها. حلو. ايه شو مؤخره كيم يعني بالنسبه لمؤخره كيم سما؟ خلينا نشوف، بما انه نحن محايدين، خلينا نشوف مين مؤخرتها اهم، سما او كيم؟ هيدي مؤخره كيم. خلينا نشوف مؤخره سما. احي شو ممغوصة عملك؟ هيدي كلها مؤخرة سما؟ اوه لا يعني هيدي بلا صغرة لا شو بلا صغرة هي بلا كبرى مؤخرة سما. لا مزيد من الشفافية حتى ما تقولوا انه احنا منحازين، خلينا نشوف المؤخرتين من غير انجل، اوكي؟ خلينا نشوف. ليك محليون اللي على اليمين، اللي على اليمين مؤخرة كيم، واللي على الشمال سما. شو رايك؟ زيت الشي. اي زيت الشي؟ لا في في في. ليك انت انا مع كيم بصراحة يعني. مؤخرة كيم. ايه انا مع مؤخرة كيم. بتعامل على الاخر يعني. هلا ليك بيني وبينك في شيء بحير. شو هو؟ اوكي؟ قول. لأنه المؤخرتين ما اشمون شيء. بس في مؤخرة أحلى من الاثنين. ألف. مش إذا بدك يا له مؤخرة بس ما حنختلف رخي، اعتبرها مثل تصفية الطريق، وفك عن الجديد وفك عن المؤخرة. شو كلاس؟ ايه ايه شو رفيني؟ ايه مهذب كثير. ليك تسلم لي. هو لقال لك شغلة بس بخصوص هاي المؤخرة اللي عم تحكي عنها يلي هي بتخصك، أنا بتخيل هيدي مؤخرة بدها تحسين. بدها منيح تحسين، وبدها انتبه إذا كبرت ممكن يصير بدها خياط. خلينا نرجع للمهم. ايه ايه نرجع لمؤخرة كيم وسما. ايه يلي هن اهم بكثير. ايه فكر فيها. ايه عن جد تعال فكر فيها، ليش الوحدة بتأمن على مؤخرتها؟ شو ممكن يصير لها مؤخرتها يعني؟ Which is not wrong. She is not wrong, I know. But انه شو ما but انه انه شو معقول تتعرض للسرقة؟ انه معقول حدا يجي يسرق لها اياها؟ يلطش لها اياها مثلا يحرقها؟ شو ممكن تتعرض؟ شو بتروح بالتأمين مثلا شو؟ عم بأمن على مؤخرتي ضد الحريق والغريق والمشنطط على الطريق؟ ممكن مثلا إنه على عودة بلطيح؟ مثلا بدل ما تكون هيك تصير هيك؟ مسح؟ معقول تنصب بالمؤخرة بالعين؟ إيه؟ يصبوها بالعين تصير بدل مؤخرة تصير مقدمة؟ تفع؟ بح أنا مأمنها. شو هي؟ مأمنها خلص. مأمنها؟ إيه لآخرتي. آخرتي. بتعرفي شو سما؟ على خرزة زرقاء على شو اسمه؟ وخلي ال 250 ألف بجيبتك.